دكتور، لو كملنا حوارنا عن موضوع البحوث، هل ترى أنها في الوطن العربي تطال كافة المجالات الحياتية؟ وهل ترى بالفعل أن هنالك هجرة للباحثين وللعقول وأثرت على موضوع البحث العلمي في الوطن العربي؟ حضرتك هتدخلينا في موضوع مش هقول إنه كبير، إنما مهم قوي. هو إحنا خمسة قدام الكاميرا دلوقتي، إحنا الخمسة إحنا باحثين. هي كلمة بحث يعني إيه؟ يعني ببساطة عشان الناس تفهم، أنا في عندي مشكلة بحاول أجد لها حل، فبشوف أعمل إيه علشان أبحث علشان أجد لهذا الحل. فنضرب أمثلة للناس عشان الموضوع تبقى ببساطة. لو أنا لمبة الكهرباء عندي في البيت ما بتنورش، مش شغالة، فأنا كبفكر بقول قد تكون ده اللمبة بايظة أو اتحرقت، أو لا ده السلك بايظ، أو الزرار اللي أنا بدوس عليه عشان ينور فيه مشكلة، أو إن الكهرباء مش واصلة لها، الفيشة متشالة منها، أو إن الكهرباء مش واصلة للفيشة نفسها. يبقى أنا عملت إيه؟ أنا بحثت عن إن في مشكلة عندي لغاية ما أجد الحل، أعمله أطلع لمنتج إن اللمبة نورت. صحيح. سيادتك في البيت لما بتيجي تعملي أكلة، فأنت بتحطي حاجة على حاجة على حاجة عشان مكونات، يبقى أنت بتبحثي عشان تعملي أكلة شهية لحضرتك ولأولادك ولزوجك وخلافه. فكل الناس في كل مجالات الحياة هو بيبحث. ايه بقى الفرق ما بين البحث العلمي والبحث العادي اللي احنا كلنا بنعمله؟ هو ان احنا قلنا طيب علشان نصل الى حل لأي مشكلة هيبقى في طريقة معينة نمشي بيها علشان نوصل الى هذا الحل. يعني مثلا تاني نرجع تاني لموضوع الكورونا، معلش بس الكورونا دي كانت مشكلة، اجتمع العالم كله، ابتدى كل مجموعة من العلماء تجد تفكر طب نحلها ازاي، هو مرض بيصيب الناس، طب نحله ازاي؟ نحله عن طريق ان احنا طب الاول طب احنا عايزين نجد علاج، لا طب احنا عايزين نجد لقاح، لا طب احنا بينتقل عن طريق ان هو النفس بسرعه، طب الناس تلبس كمامات، طب بينتقل لو بعدنا عن الفتره، كل ده اسمه بحث. فهو البحث العلمي هو مكونات الحياه كلها. الانسان لما اكتشف النار هو كان بيبحث عشان يجد حاجه يعمل بيها ف ده كلمة البحث العلمي، هو إن أنا عندي مشكلة بحاول أجد لها حل. زمان كانت الدول اقتصادها أساساً بيقوم على الموارد الطبيعية الموجودة عنده، أنا عندي بترول، أقدر عندي غاز، أقدر عندي نحاس، أقدر عندي ذهب، أقدر عندي ماس وخلافه. دلوقتي بقت اقتصاد الدول يقوم على أنا هعمل حاجة وما اعتمدش على الموارد الطبيعية اللي موجودة. طبعاً ده يجب أن يستمر، لكن أقصده أنا خايف الموارد الطبيعية دي تختفي من عندي، تنفذ البترول بعد فرق المياه والطاقة وخلافه والغذاء. في الطاقة احنا طول عمرنا بنستخدم مواد عشان نطلع طاقة، طب ما المواد دي هتخلص، طب ما افكر بقى في طريقة اجد حاجات تانية جديدة بديلة للطاقة، اللي هي بقى بديلة للطاقة. يبقى ده بحث علمي في الاخر، انا عايز اطلع حاجة منتج استخدمه علشان نستخدمه. لو اكتشفنا دلوقتي ان اكتر من 70% من اقتصاد الدول الغربية معتمد على البحث العلمي، يعني ايه البحث العلمي؟ ان هو بيطلع منتج جديد خلاص يقدر يبيعه، ما هوش له علاقة خالص بالمنتجات الموارد الطبيعية، لا هو بترول ولا هو غاز ولا هو ذهب ولا حاجات خالص، انما بيطلع فكرة جديدة يبتدي يسوقها ما بين الناس ويجد لها بتاع ويكسب من وراها. لو ضربنا أمثلة ببساطة خالص، يعني نكتشف أن الصين والولايات المتحدة بيصرفوا تقريبا سنويا حوالي 500 مليار دولار على البحث العلمي، بس برضه عشان أكون أمين وصادق، البحث العلمي لا يجب أن يكون اعتمادا على الدول. هنتكلم أن أمريكا بتصرف كذا أو الصين بتصرف قد كذا، إنما يجب أن يكون نابع من الشركات الخاصة. يعني لو اكتشفنا مثلا أن في كوريا شركات أحد شركات السيارات مثلا هي اللي بتصرف على البحث العلمي بتاعها أكتر من 60% من إجمالي الناتج البحث العلمي اللي في كوريا، وهذا هو يجب أن يكون، لأن الدولة دورها الأساسي هي أنها تحط التشريعات أو القوانين التي تسهل على الباحثين ان هم، بس مش دور الدول ولا في امريكا ولا في اوروبا.